هذا السؤال: ما هو علاج السحر وما علامة الإصابة به؟ الجواب أن السحر هو بلاء من البلاء من قدر الله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والإصابة به ليست شرا، لأنه مثل غيره من البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد أصاب السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل غيره من الأمراض، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم بنات لبيد بن الأعصم وهن من اليهود، واليهود كما تعلمون هم أعداء رسول الله جميعا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقد حرصوا على إبداء العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوه عيانا بيانا، وأصعدوا عمرو بن جحاش فوق المبنى ليلقي عليه رحل يريدون قتله، ووضعوا له السم في الشاة، ووضعوا له السحر، لم تبقى وسيلة لمحاولة قتله إلا عملها اليهود. فلذلك العداوة بيننا وبينهم ليست جديدة. وهذا السحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول منه أمور معنوية، وهي مثل الكلمات يقرأها الإنسان فتكون ذات تأثير نفسي أو نحو ذلك، وقسم منه أمور حسية، وهو مثل أخلاط صب على الإنسان أو يأخذ شيء من أثره أو من لباسه أو من شعره ويوضع فيه هذا السحر، أو توضع له طلاسم على أشياء ليست منه ولكنها مشبهة به، كمشط ومشاقة وطلع نخلة ذكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر فيه. فهذا النوع يحصل به الضرر إذا كتبه الله سبحانه وتعالى، والساحر يضر نفسه قبل أن يضر غيره، لأنه هو يكفر بسحره أو يتعرض للكفر، فقد قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومع الأسف قد انتشر السحر في بلاد الإسلام وكثرت أنواعه، وأصبح كثير من المسلمين يتأول فيفعل بعض الأشياء وهو لا يعلم أنها سحر، ويظن أنه يسميها حكمة أو سرا أو غير ذلك من الأسماء، وهو يستغلها ولا يدري ما هي، وهي من السحر البين الذي يحبط عمله في الآخرة. وهذا السحر توقيه قبل العلاج منه، وتوقيه إنما يكون بالتعوذ، فالمعوذتان والبقرة، وكذلك السور التي فيها فضل مخصوص مثل سورة الزلزلة فهي تعدل نصف القرآن، وسورة الكافرون وهي تعدل ربع القرآن، وسورة النصر وهي تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، فهذه السور التي فيها فضل مخصوص، وكذلك آيات الرقى هي تعوذ، ومثل ذلك التعوذ بالله في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وعند الأكل والشرب وعند الخروج من المنزل، وكذلك تعويد اللسان على أن يكون رطبا بذكر الله دائما، فهذا مما يقي الإنسان ضرر السحر بإذن الله. أما علاجه بعد أن يحصل فهو بقراءة القرآن على الإنسان، بشرط أن يكون الراقي عارفا بالرقية، فقد نص أهل العلم على أن الرقية هي مثل الرماية، والرماية لها ثلاثة أركان: الراقي، الرامي، ومن شرطه أن يكون خبيرا بسلاحه مجربا له، يعرف مآخذه وكيف يسدد فيه، فإذا كان غير متقن لذلك فأصاب فهي رمية من غير ما. وكذلك القارئ لا بد أن يكون عارفا بالقراءة وعارفا بآياتها وعارفا بطريقة أدائها والتعامل معها، ويستطيع التنبه عند كل حرف منها، لأن الشفاء أو العلاج قد يكون في حرف معين إذا لم يحضره هو ذهبا، فلا بد من الانتباه لكل حرف يقرأه، والتعود على ذلك من الأمور الشاقة الصعبة. كثير من الناس يظن أن الرقية ممكنة في كل حال، فيأتيك وأنت في السيارة أو في الطريق يقول اقرأ لي هنا، هذه ليست رقية، وإذا فعلها الإنسان فإنما هي من باب المجاملة فقط وليست من الرقية التي هي شرعية، فهذه لها شروط وهي حقيقة لا بد من توفرها، لا بد أن يكون الإنسان في وضع نفسي ويمكنه من القراءة على الوجه الصحيح، ولا بد فيها من الانتباه الكامل حيث لا يكون الإنسان مشغولا بأي شغل، إذا كان عنده الهواتف أو يسمع أصواتها أو نحو ذلك لا يستطيع الرقية. كذلك الركن الثاني هو السلاح، والسلاح من شرطه أن يكون صحيحا مستقيما، فإذا كان فيه ميلان أو فيه انحراف في إشارته فلا يمكن أن يصيب صاحبه،
وكذلك القرآن ليس كله رقية، بل قد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي بعض القرآن، فمن تبعيضية. ودليل ذلك ما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وما يدريك أنها رقية، فلو كان القرآن كله رقية لقال أليست من القرآن؟ قال وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا يدل على أن من القرآن ما هو رقية ومنه ما ليس كذلك، ولا يعرف هذا إلا من كان من أهل الممارسة والخبرة، وأيضا من اطلع على النصوص الواردة في ذلك وعمل السلف. وكذلك القرآن ليس كله رقية، بل قد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي بعض القرآن، فمن تبعيضية. ودليل ذلك ما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وما يدريك أنها رقية، فلو كان القرآن كله رقية لقال أليست من القرآن؟ قال وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا يدل على أن من القرآن ما هو رقية ومنه ما ليس كذلك، ولا يعرف هذا إلا من كان من أهل الممارسة والخبرة، وأيضا من اطلع على النصوص الواردة في ذلك وعمل السلف. والركن الثالث هو المرمي وهو المقروء عليه، ومن شرطه أن لا يكون متترسا، فإن كان دونه جدار أو رمل لم يصب. وهذا التترس هو بالإعراض أو عدم الإيمان أو الانشغال بالشركيات أو نحو ذلك، بكل هذا يمنع الانتفاع بالقرآن، لأن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم قد يكون الإنسان مغطى على عقله مغلوبا كالمجنون فينتفع بالرقية إذا كان من أهل الإيمان من قبل، وذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله، لأنه الآن قد رفع عنه القلم فلا يضر انشغاله واهتمامه، لكن إذا كان عاقلا لا بد أن يكون منتبها حاضرا. وقد ذكر العلم خمسة شروط لا بد من تحقيقها للانتفاع بالرقية. الشرط الأول الإيمان بأن لا نافع ولا ضار إلا الله جل جلاله، ولا يلتمس الإنسان الشفاء من الراقي ولا من غيره، يلتمس الشفاء من الله الواحد الأحد وحده لا شريك له. الشرط الثاني الإيمان بقدر الله خيره وشره، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الشفاء، وقد ضرب لكل أجلا مسمى، وأنه لا مبدل لحكمه. فإذا آمن الإنسان بذلك سهل عليه الأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن هذه حكمة الإيمان بالقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم أي ما فقدتم من أمر الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أحرصتم من أمر الدنيا. أما أمر الآخرة فما فات الإنسان منه ينبغي أن يندم عليه ويحزن عليه، وما نال منه ينبغي أن يفرح به، لأن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر بعض السلف هذه الآية فقال قل بفضل الله أي بالقرآن ورحمته أي السنة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من المال ومكاسب الدنيا. الشرط الثالث من هذه الشروط هو الإصغاء والإنصات، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو رحمة منزلة من عند الله، لكن إنما ينالها من أصغى لها وأنصت. والشرط الرابع من هذه الشروط هو الإيمان بالانتفاع بالقرآن، فأنت يجب عليك اعتقاد أنك من المؤمنين، والمؤمنون قطعا ينتفعون بالقرآن، لأن الله يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيجب عليك اعتقاد انتفاعك به قطعا. والشرط الخامس هو التدبر، وقد ذكرنا تدبر المحبة ومعه أيضا تدبر المعاني في حق من يستحق ذلك. وأما علاج السحر بغير ذلك من أنواع العلاج كعلاجه بالمخدرات التي تصرف في المستشفيات، و علاجه برقى الجاهلية وبالتمائم ونحوها، وكذلك علاجه بحله بسحر آخر، فكل هذه من الوسائل غير الشرعية وهي غير مقبولة شرعا، وضررها أكثر من نفعها، بل إن ما ورد فيه أنه شرك منها فهو أخطر وأعظم،
ولو صبر الإنسان مدة عمره على السحر فهو خير له من الوقوع في تلك المخالفات التي لا خير فيها.